البدائي اللي تأسست سنة 2007 من بين الأهداف ديالها تقوية القدرات ديال الشباب والشابات والأطفال وبناء على النمو ديال الطفل وديال الشاب لأنه يخصو يكمل الدراسة ديالو حتى يوصل للمستوى ويحقق مجموعة من الأهداف اللي هو أنه يحصل على ديبلوم باش يخدم بواحد أريحية وفي الويبشات يكون مقبول وكيضمن المستقبل ديالو بصفة عامة. الانتشال ديال الأطفال والشباب اللي يخدموا في الورشات ويتم الإدماج ديالهم في المؤسسات كصناعة كجلية مع سي عزيز ولا مثلا يعني يلتحق ما تبقاش يركز ما تبقاش يفكر تبقى محدود تتكون البنية الجسمانية ديالو هزيلة غير معروفة. إذا ما نطولش عليكم أكثر نخلي صديق سفيان يكمل معكم ما تلقى من هذا الحوار. هم أطفال يشاهدون في بيانات مختلفة في بلادنا ما يمثل 2% من هذه الفئة العمرية. إحصائيات خاصة بسنة الماضية أصدرتها أمس المندوبية السامية للتخطيط عشية يوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال وغايات أخرى ترسم واقع تشغيل الأطفال بفعاليتها في ورقات خليجية. 148,000 طفل، ذاك هو عدد الاطفال الذين تزاولوا نشاط الاقتصادي. ثم اليوم يعني كتقراو يعني في هذا المركز هذا بعد الصناعه التقليديه، حتى انايا كنت يعني واحد الوقيته من الناس اللي كيشتغلوا في الصناعه التقليديه، تقريبا من 2008 كنت كنشتغل في المجال ديال القبص، اشتغلت لمده 10 سنين كنت في القرايه. وكنت هذيك الساعه يعني هذيك الوقيته فاش كنت كنخدم شي وقيته كنت كنقول الخدمه هذه ما عندها باش تفيدني، الخدمه هذه ما تعطيني والو. وكاين صعوبات كاينين ظروف يعني حنا عارفينهم كامل، ولكن اللي بغيت نقول لكم بان راه الحرفه كتعطيك مجموعه ديال مده سنه اللي من بينها انتشال دوك الاطفال اللي حكمت عليهم الظروف انهم يكونوا داخل كل الورش ديال العمل، نوعيو الاباء والاوليه لانهم هما اللي نقدروا نقولوا المشروع كيسيب ليهم بواحد الدرجه كبيره، وكذلك حتى المشغلين اللي كيشغلوا الاطفال عندهم في هذوك مثلا الورشات ديال الحداده ولا تما ذوك اللي فيها شفتوا فيهم واحد القوانين تحت يعني القوانين الزجريه اللي كتحاكم ذوك الناس اللي كيخدموا عندهم الدارس. كنبغي نشكر جمعيه البدائل على هذه المعلومات القيمه اللي عطاتنا. أنا من خلال هاد المعلومات اللي عطاتنا تعرفنا على نسب اللي صراحة كبيرة بزاف ديال الناس اللي كي الأطفال اللي كيتعرضوا للتشغيل في سن قصير، يعني صراحة هاد الأمر جد مقلق جدا. وكنشكرهم مرة أخرى ونحاولوا نديروا اللي بالاستطاعة ديالنا إن شاء الله يكون خير في المستقبل إن شاء الله.